طوابير القوات الأمنية هنا كما تشاهدون خلفي الآن، من طلبة كلية الشرطة وأيضا من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية هنا في أتوا على شكل وجبات متقطعة حتى لا يحدث زخم وضغط على محطات الاقتراع الستة هنا في داخل هذا المركز في شارع فلسطين. نعم. زميلي المصور لو تضعني في الصورة قليلا وتدخل بزوم إن على هذا الطابور المنظم، ستجدون أن هنالك تنظيم على مستوى عالي الالتزام بالإجراءات الصحية والإجراءات الأمنية التي وضعتها اللجنة الأمنية العليا المتخصصة بحماية يوم الاقتراع. كما تشاهدون طابور طويل، كان هذا الطابور ربما فيه ضعفا أو ضعفين، لكن بسبب يعني لإنسيابية عملية الاقتراع ولسرعتها أيضا أوشك هذا الطابور على الانتهاء، وسيأتي أو ستأتي وجبة أخرى من طلبة كلية الشرطة ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى هذا المركز للإدلاء بأصواتهم. ليس هذا المركز وحده هنا في شارع فلسطين، هنالك مراكز أيضا متعددة، لكن هذا المركز هو مخصص فقط للإعلاميين في شارع فلسطين في جانب الرصافة. نعم. من بغداد هنالك مراكز أخرى أيضا من الممكن أن ننقل لكم الصورة من خلالها. أيضا هنالك إجراءات، زميلي المصور لو أدرت الكاميرا إلى الجانب الآخر، هنالك إجراءات التفتيش المشددة لجميع من يأتون للاقتراع، وأيضا للقنوات الفضائية تسلم أجهزة الهواتف النقالة في الجانب الآخر من الشارع، ما يعني أن الهواتف النقالة من الأساس لا تقترب إلى المركز أو مركز الاقتراع. كما تشاهدون هنالك في تلك الزاوية صندوق صغير توضع فيه الأمانات، الهاتف النقال، وأيضا السكائر وجميع الأجهزة التي من الممكن أن تفتعل حريقا كالولاعات، ولاعات السكائر. طيب محمد، تسلم أيضا ضمن الأمانات ضمن المحظورات وفي صندوق الأمانات هنا قرب هذا المركز، هنالك أيضا إجراءات أمنية مشددة في شوارع العاصمة بغداد. نتحدث عن جميع شوارع العاصمة بغداد، هنالك خطة أمنية وضعتها اللجنة الأمنية العليا وأيضا قيادة عمليات بغداد. طيب محمد، حتى هذه الأثناء عملية الاقتراع. نعم. حتى هذه الأثناء أود أن أشكرك. نعم. مراسلنا من بغداد محمد فراس.